أهلا بكم. سوف نتحدث عن استخدام كثيرات الحدود لتقريب الاقترانات، وسوف أوضح لكم طريقة التقريب. لذا هنا أنا أستخدم كثيرات الحدود هذه من مواقع ألفا، إنه موقع مريح جدا. يمكنكم أيضا القيام بالعديد من المسائل الرياضية من خلال موقع ألفا.com. لقد قمت بنسخ هذا من الموقع ولصقه هنا، إنه يعتبر مرجع نستخدمه في العديد من التسجيلات، وهذا ما أفعله هنا، إنه مفيد جدا. يمكننا القيام بحساب هذا هنا حول المنحنى. في الواقع يمكننا القيام بهذا بخطوة واحدة فقط من موقع ألفا. انظر كيف يمكننا تقريب جيب إكس باستخدام سلسلة ماكلورين أو سلسلة تايلور عند إكس تساوي صفر، باستخدام الكثير والكثير من الحدود. في الواقع إضافة الكثير من الحدود أفضل في تقريب منحنى الجيب. إذن هذا هنا باللون البرتقالي هو جيب إكس. أتمنى أن يكون واضحا لكم. في التسجيلات السابقة قمنا بمعرفة ما هي سلسلة ماكلورين لجيب إكس حسنا. في الواقع يمكن حساب المضروب، حيث 3 مضروب تساوي 6 و5 مضروب تساوي 120. وهكذا الشيء الممتع هنا هو أنه يمكننا اختيار عدد التقريبات التي نريد تمثيلها بيانيا. إذا أردنا فقط تقريب واحد من كل التقريبات، إذا لم يكن لدينا كل هذا الشيء، إذا قلنا فقط أن كثير الحدود يساوي x، كيف سيبدو هذا؟ هذا سيكون هذا المنحنى هنا، إنه يخبرنا كم عدد الحدود التي نستخدمها من خلال عدد النقاط الموجودة هنا، والتي أعتقد أنها جيدة. إذا هذا هنا هذا الاقتران عندما P الإكس تساوي إكس، إنه تقريب جيد جدا لجيب إكس، إنه يقترب من منحنى الجيب هنا، ثم يبدأ بالابتعاد عن منحنى الجيب مرة أخرى، ثم نضيف حد آخر. إذا كان لدينا x ناقص x تكعيب تقسيم 6، والآن لدينا حدين في التقريب، إذن أعتقد أن علينا القول لدينا شيء مرفوع للقوة 3 ومقسوم على حد، لأن وجود رقم خلال النقاط، لأني عندما أتحدث عن عدد الحدود المقسومة على حدود أخرى، إذن لدينا نقطة واحدة هنا، لأنه لدينا هنا حد واحد من الدرجة الأولى. عندما يكون لدينا حدين هنا، لأنه عندما نقوم بالتقريب لجيب إكس ليس لدينا حد من الدرجة الثانية، الآن لدينا كثير حدود من الدرجة الثالثة. إذن لننظر إلى الدرجة الثالثة، والذي يبدو على شكل 3 نقاط على هذا المنحنى هنا. إذا كان لدينا فقط هذا الحد الأول، نحصل على هذا الخط المستقيم. نحن نضيف سالب إكس للقوة 3 تقسيم 6، نعلم أن هذه الإكس سوف تعطينا منحنى يبدو كهذا. الآن حصلنا على منحنى كهذا. إذن يبدأ بالاقتراب من الجيب قليلا، ومن ثم يستمر بالاقتراب قليلا. إذن مرة أخرى إضافة حد ثاني جيد جدا، إنه يقترب من منحنى الجيب، خاصة حول الأرقام الصغيرة. نضيف حد آخر، والآن نصل إلى
إلى 5 كثيرات حدود هنا، إذن x ناقص x تكعيب تقسيم 6 زائد x للقوة 5 مقسومة على 120، لذا لننظر إلى الخمس نقاط، إذن هذه هنا 1 2 3 4 5، إذن هذا المنحنى هنا، وهذا يبدأ بالاقتراب من الخط قليلا ثم الخط باللون الأرجواني ويستمر بالاقتراب أكثر قليلا، إذن يستمر بالاقتراب أكثر ثم يعود مرة أخرى هكذا، ويمكننا القول إذا كان لدينا كل هذه الحدود الأربعة الأولى تعطينا كثير حدود من الدرجة السابعة، لذا لننظر إلى السبع نقاط هنا، إنها تبدو هكذا، تبدو هكذا، ثم ماذا؟ إنها تقترب من المنحنى، ثم عند إضافة أول 3 حدود ثم الاستمرار بالاقتراب من المنحنى بكل الطرق إلى هنا، وأخيرا إذا كان لدينا كل هذه الحدود حتى نصل إلى x للقوة 9، نبدأ من هنا ونقترب من المنحنى على طول المنحنيات الأخرى وهكذا. وإذا فكرنا قليلا فإن هذا مهم جدا، لأن ما يحصل هنا كل حد إضافي يضاف إلى التقريب، لدينا درجة عالية من x مقسومة على رقم كبير جدا، إذن للقيم الصغيرة من x عندما نقترب من الأصل للقيم الصغيرة من x، هذا المقام سوف يصبح على قوة في البسط، خاصة إذا كان أقل من 1، لأنه عندما نأخذ شيء قيمته المطلقة أقل من 1 القوة سوف تصغر، إذن عندما نقترب من الأصل هذه الحدود الكبيرة في البسط، إذن لا نفقد الدقة لبعض الحدود الحقيقية عندما يكون لدينا هذه الحدود. هذه الحدود تأتي عندما يكون لدينا البسط مقسوما على قوة في المقام، إذن هذا الحد الأخير سوف يصبح متصل هنا، لدينا x للقوة 9 تقسيم 3 6 2 8 8 0، ونفس الشيء في الجانب السالب. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، لدينا 5 حدود هنا فقط، تخيلوا ماذا يحدث إذا كان لدينا عدد لا نهائي من الحدود. أعتقد أنكم فهمتم هذا جيداً، لأنه نوع من تمثيل منحنى الجيب إلى اللانهاية، لذا أتمنى أن تصبحوا أفضل في هذا، وللمتعة يمكننا تمثيل سلسلة تايلور عند الصفر لجيب X، أو سلسلة ماكلورين لجيب X، أو جيب تمام X، أو E للقوة X من موقع alpha.com، وحل مجموعة من الاقترانات المختلفة والاستمرار بإضافة الحدود لرؤية كيف تقترب المنحنيات. إلى اللقاء.